المباراة الأخرى هي صراع على الهبوط وكذلك صراع على البقاء ضمن الثمانية للعب في بطولة الأبطال. نشاهد التقرير الخاص بمباراة الرائد والوحدة. يخوض فريق الرائد الطامح للمشاركة بكأس الملك للأبطال مواجهة غدا مع أول المودعين للدوري فريق الوحدة ضمن دوري زين السعودي للمحترفين في جولته الرابعة والعشرون على أرض مدينة الملك عبدالله الرياضية ببوريدة، حيث يستقبل ضيفه وبحوزته 28 نقطة محتلا المركز الثامن. أما الوحدة القادم من مكة صاحب 6 نقاط والذي يحتل المركز الأخير في سلم الترتيب، هذه المباراة لا تشكل على الوحدة أي من الضغوطات على اعتبار أنه لن يتواجد ضمن الأندية المحترفة الموسم القادم، إلا أنه في حال فوزه سيؤثر على سلم الترتيب، وأن تكون نقاط المباراة سهلة لرائد التحدي ويزيد من أوجاع أبناء مكة. أم أن هنالك رأي آخر للوحداويين؟ شكرا للزملاء. طبعا قبل ان نتكلم عن مباراه الرائد والوحده، زميل سعيد العمري تواصل مع بعض الزملاء من خلال مصادره الخاصه انه حتى الان لم يتم توقيع الكابتن محمد نور لنادي النصر. غدا الجمعه يعني بشكل كبير ممكن يعني يتم التوقيع، كان هناك التفاوض بين اللاعب ووكيل اعمالهم، الكره في مرماهم الان. يعني حاولنا نتواصل مع الاستاذ عبد الحمدان، يعني زميل سعيد تواصل معه لكن لم يرد حتى الآن. هذه على ذمة سعيد العمري، يعطيك العافية سعيد. طيب خلونا نتكلم عن الرائد والوحدة فهد. الرائد يعني يقدم مستويات لم تكن مرضية بكل تأكيد لعشاق الرائد، لم يكن الرائد الموسم الماضي، ولكن من خلال نتحدث عن المباراة الرائد يحاول انه يعني يتواجد من ضمن الثمانية بكل تأكيد بسبب الأبطال كأس الأبطال. الوحدة نقول باي باي ولا شوف الرائد يبحث عن 3 نقاط مثل ما ذكرت حتى يدخل الى الثمانيه اللي ممكن يشاركوا في دوري الابطال، بالتالي اعتقد يتهمها اكثر ما تم الوحده، لكن انا اعتقد الوحده ايضا يلعب للتاريخ. الفريق الوحداوي فريق عريق واعتقد الفريق لن يرضى ان يعني يخسر ايضا امام الرائد، ولذلك يمكن المباراه لن تكون سهله على الرائد، وان كان الرائد مطالب انه يحصل على 3 نقاط حتى يستطيع ان يعني يحجز مقعد في الثمانيه المؤهله الى كاس الابطال. حلو، انت من كلامك تقول يعني راح تكون صعبه على الرائد، لكن لما نتكلم قبل 4 شهور هل به صعبه على الرائد؟ شوف لا، ليش انا اقول الكلام؟ لانه الوحده تغير بشكل كبير، يعني المحترفين يقدمون مستوى جيد الان، الفريق يعني كنا نتمنى ان نشوف الوحده يعني ومحبي الوحده يتمنون يشوفون المستويات اللي يقدمونها الان. صحيح. يعني احرج فرق كبيره يعني يقدم مستويات جميله، هذا هو الشيء اللي فعلا يحزن، يعني ان الفريق الوحداوي لم يستطع ان يعود الا بعد ما يعني طارت الطيور برزاقها زي ما يقول. يعني الفريق الوحداوي فريق عريق وفريق يعني الكل يجمع على محبه هذا الفريق من محبه المكان اللي موجود في هذا الفريق، ويمكن لو انا قلتها في حلقه سابقه يعني لو تنظر الى فريق الوحده واللاعبين اللي خرجوا من نادي الوحده يمكن اغلب النجوم الكره السعوديه كلهم خرجوا من الوحده ومن القادسيه، يعني شوف الفريقين بالذات الاثنين اكثر لاعبين المنتخب السعودي والنجوم الكره السعوديه الان خرجوا من الوحده ومن القادسيه، وللاسف الاثنين كلهم يعني القادسيه موجوده في الدرجه الاولى والوحده يعني حيغادر الى الدرجه الاولى. يعني انا اعتقد الامكانيات الماديه هي اكبر مشكلة تواجه القادسية والوحدة، وبالتالي تجد أن الفريقين يعني يحاولون يبيعون اللاعبين حتى يستطيع أن على الأقل يسير أمور النادي المادية، وبالتالي أثر بشكل كبير جدا على مستويات الفريقين. نعم خالد، من خلال الأرقام اللي هي موجودة في دوري زين، الرائد الترتيب الثامن 27 نقطة، الوحدة 7 نقاط، فوز وحيد فقط و4 تعادلات. للأسف أن الوحدة الآن يقدم مبارياته تأدية واجب فقط. خطأ إدارة الوحدة في التعاقدات الأجنبية اللي كانت في الفترة الأولى دفع ثمنها الآن، بعد ما حسن الوضع في الفترة الثانية مش الفريق اللي حقق النقاط، رغم أنها 7 نقاط فقط لكن اختلف مستوى الفريق تماما بالنسبة للفترة مثل ما ذكر الدكتور فهد. لكن بالنسبة للرائد، الرائد يبحث عن الوصول لكأس الملك للأبطال، فهذا طموح الفريقين فقط يعني ما نعم، الرائد بتوقع انه يعني يكون النتيجه من خلال الارقام ولا له ام للوحده؟ خصوصا الوحده يعني لا اعتقد الوحده خلاص يعني ما احيانا لما تلعب تاديه واجب او انه تلعب مجرد للعب فقط يعني يكون عليك الضغط اخف من الرائد اللي هو في الثامن ويحس انه على حافه في الموضوع. لا بس كامكانات، بس كامكانات ومعطيات الرائد افضل. الرائد يعني ممكن موضوع المدرب هو اللي خذله في هالموسم؟ لا بدي حتى الفريق افضل يعني كمجموعه فريق افضل يعني حتى والمباراه في بريده بعد. نعم يعني خلينا نتكلم عن موضوع المدرب، المقدوني الان جالس يقدم مستويات هي مرضيه لحبه الرائد. اكيد يعني لو كان في تغيير في المدرب من بدايه الموسم يعني حسب ما مصادر انه الاستاذ فهد المطوع من البدايه كان يرغب في التغيير المدرب، لكن يعني الاداره واعضاء الشرف كانوا رافضين موضوع التغيير، ولكن في النهايه يعني لكن ما يصح الا الصحيح. نجحوا. عموما كل التوفيق ان شاء الله للمباريات غدا اللي هي طبعا منقول على الرياضيه السعوديه. في النهايه انا حاب اشكركم على تواجدكم معنا اليوم، شكرا للاستاذ خالد المصبيح الاعلامي الرياضي. شكرا. ايضا شكر للدكتور فهد القريني. شكرا اخوي صالح، وشكرا ايضا لاخوي من طاقم البرنامج. لكم اجمل تحيه. الاعداد عايد القحطاني، معاذ الحميدي، سعيد العمري، عبدالعزيز الحقباني، من الإخراج فادي الحميد. كل التوفيق للزملاء اللي راح يكونوا إن شاء الله مستمرين في الملعب في الفترة المقبلة. مني أنا صالح العنزي، لكم أجمل تحية، إلى اللقاء.